أهلا بكم من جديد. في الإمارات لا شيء مستحيل، هذا ما غرسه فينا قائدنا، فها هو اسم الإمارات يلمع في المحافل العالمية، اسم مذهب مرصع بالألماس بفضل جهود رجالات الدولة. وهنا يشرفني أن أستضيف أحد رموز الدولة برع في الذهب والألماس والمعادن الثمينة أيضا. ضيفي هو سعادة أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة ورئيس مجلس إدارة بورصة دبي للذهب والسلع وعضو مجلس إدارة بورصة الألماس. مرحبا سعادة أحمد. يا مرحبا. بداية يعني ذكرت أن اسم الإمارات مرصع بالذهب، وأنت اسمك أيضا مرتبط بالذهب والألماس، كيف بدأت حياتك مع الذهب؟ بكل صراحة كنت شغال في مكتب أستيكو، وجت فرصة أني أنضم مع مجموعة ل تهيئ وإنشاء مركز خاص بالذهب. كان المشروع يتسمى مشروع الذهب، وكانت فقط فكرة. وانضميت للمشروع كعضو في تأسيس مركز دبي للسلع المتعددة، وكانت فترة إنشاء المرسوم وقبل الإعلان. فكنت مع مركز دبي للسلع المتعددة قبل ما يعلن عن المشروع، وتوقعت اني انضم فيها مدة سنتين ثلاث اكتسب بعض الفكرات، لكن مع الوقت الامور تطورت. كما ترى اليوم دبي ومركز دبي للسلع المتعددة من اكبر المراكز تجاريا في الذهب والالماس. قبل انشاء مركز دبي للسلع المتعددة كانت تجارة الالماس حوالي بين 3 إلى 6 مليون دولار، العام وصلت التجارة فوق 39 مليار دولار. فهاي قفزة كبيرة، ومن ناحية تجارة الالماس ومن ناحية تجارة الذهب من ناحية قيمة حوالي 50 مليار العام. فدبي والمركز والبورصة لعبت دور كبير في إنشاء قصة جديدة للإمارات ودبي نفسها، من سوق الذهب. سوق الذهب موجود، لكن مركز دبي للسلع المتعددة وبورصة دبي الذهب والسلع وبورصة دبي للألماس وبورصة اللولو لها قصة ولها أشواط جديدة. طبعا بالرغم من دبي لا يعني أو الإمارات بشكل عام يعني ليس لديها أي مناجم، أو بالرغم من ذلك استطاعت أن تبرز في المحافل العالمية بالنسبة للذهب والمعادن الثمينة. وقبل فترة بسيطة افتتحتوا أظني في سنغافورة على ما أعتقد لكم فرع، وجميع يعني المراكز في الدولة يعني ما شاء الله اسمها لامع في المحافل العالمية. تخبرنا عن قصة نجاح هذا المركز. موضوع سنغافورة هي شركات تحت مظلة مركز دبي للسلع المتعددة، تتفرع في مراكز أخرى ولها علاقات تجارية في المراكز الأساسية اللي في العالم، مرتبطة سواء ذهب أو غيرها في السلع. كون نكون دولة غير أو إمارة لا توجد فيها مناجم للألماس والذهب، قد ينظر الشخص لها أن قد يكون تحدي وهذا، لكن أكثر الأوقات لو تدرس الموضوع يعني في أفريقيا ومناطق أخرى صعب أن تكون منطقة منجم ويكون سوق في نفس الوقت، لأنه يحتاج نوع من البيئة خاصة لتنمية هذا السوق، ومش من ضروري أن يكون في منجم. فدبي ثبت هالشيء من هالناحية، ونقتصب مثلا في سبيل المثال نقتصب منتدى الشاي العالمي كل سنتين، ونجاح المنتدى أساسه أن دبي ليس مستهلكا أو الإمارات ليست مستهلكا كبيرا في الشاي ولا منتج كبير، فنفس الوقت يلعب دور غير محايد من ناحيتين. من ناحية تجارة الألماس دبي قوية في المحلات التجارية والمجوهرات، لكن البيئة من ناحية الألماس المصقولة قاعدة تتطور.
وعندك في نفس الوقت تمويل تجارة الألماس، هذا شيء بعد جاي معه مع تجمع تجارة الألماس، تجار الألماس في برج الألماس. العام تقريبا قبل سنة انضمت دبيرس في برج الألماس. دبيرس انضمت في برج الألماس لأن أكثرية أعضاء أو السايت هولدرز كما يسمونهم دبيرس موجودين في برج الألماس. السوق كانوا يتكلمون عن سوق دبي لتجارة الألماس سوق هندي، والواقع هو تجارة الألماس صارت تجارة هندية وصينية. عرفت كيف؟ في نقل من ناحية الأسواق العالمية من الغرب إلى الشرق ومن الشمال إلى الجنوب، ودبي موقعها استراتيجي ومتهيئة ومهيئة جدا لاستقطاب هالتجارة والاستفادة منها، ناهيك عن البنية التحتية سواء من الخدمات اللي نوفرها ومركز تنافسي يعني لا مثيل له لو تقارن بها بهونغ كونغ وسنغافورة فقط. طيب ما شاء الله انت قلت باستقطاب شركات عالمية في دولة الإمارات ودبي بالتحديد، يعني ما هي وجهة نظرهم بالنسبة للإمارات ودبي وبيئة العمل الموجودة هنا من خلال يعني تواصلك معهم؟ من ناحية العوائل اللي استقطبناهم، يعني أعطيك سبيل المثال، برج الماس 63 طابق مكاتب وأطول برج مكاتب في الشرق الأوسط. لما انطرح في السوق في 2005 كنا فقط 500 عضو تقريبا، فوق ال 500 عضو. كانت لي يعني نظرة في كيف نطرح بيع المكاتب لأعضائنا. أولا ما كان عندنا سيستم أوراكل، فاللي يعني كان إلكتروني النظام، وكان فقط لأول مرحلتين أعضاء مسجلة في المركز أو أعضاء بتتسجل في مركز بيع السلع المتعددة. تمت بيع مكاتب برج الألماس في بضع ساعات للمستخدمين للمستهلكين، وها هم اليوم في برج الألماس، واليوم نحن نمثل فوق 5200 شركة. هذه بشكل نهاية قصة نجاح بالنسبة لكم، لكن برجع أو بدخل حياتك الشخصية، كيف أسلوب إدارة أحمد بن سليم؟ شوف، المنصب شيء وما تفعل في المنصب شيء ثاني، هو المهم الناتج في النهايه. صحيح. الاهداف واضحه كانت عند تاسيس مركز بيع السلع المتعدده. لو تنظرون للمرسوم معظم الخدمات الملموسه والبنيه التحتيه والابراج اللي موجوده في المرسوم. يعني من ناحيه اسلوبي في الاداره وتعاملي مع الاعضاء والموظفين، انا اراعي كل اراء الموظفين ونظريه الناس سواء انتقاد بناي وغير بناي وغيره، لكن في نفس الوقت نحن في فريق عمل يتاقلم مع الاسواق العالميه. ويعني اعطيك سبيل المثال، في 2009 و2008 كانت فتره صعبه من ناحيه الاقتصاد العالمي، رفضنا ان نكون نلتهي بالجرايد والاعلانات وغيره، استغلينا الفرص اللي في التحديات، ما نظرنا للتحديات اللي في الفرص اللي موجوده. هذه مقوله مشهوره للشيخ محمد، فطبقناها بالحرف. العقار كان نازل، فسهل علينا استقطاب شركات، فكان 2000 وتسجيل شركات 2009 الوقت المناسب، يعني هي الفرصة اتيحت واستغليناها. يعني برج الماس وبرج الذهب والفضة قد بعناها، هاي ابراجنا نحن اللي رفعنا 200 مليون دولار صكوك وسددنا الديون اللي علينا. بس هذا قبل الأزمة، بس بعد الأزمة كان الابراج موجودة والسكن موجودة والعقار نزل. ما شفنا سبب انه يكون مركز بيع السلع المتعدده مثل ما تقول بطيئه في التحرك. ليش نلتهي بالجرايد وغيره؟ ف
بادرنا مؤتمرات خاصة في المجوهرات، في سبيل المثال مؤتمر شرق الأوسط والصين كان في فندق أتلانتس، ومثل ما يقولون بزنس از يوجوال، استقطبنا شركات وكانت أسهل أن نستقطبهم، لأنه كانت قبل الأزمة التحديات شو كانت؟ الأسعار غالية، العقار ما كان موجود اصلا كسكن او مكاتب للمدراء الوسطاء والموظفين العاديين، عرف كيف؟ الحين مثل ما يقولون نسبة التجارة في دبي والسكن في دبي صار ابسط غير معقد، فالشركات اللي نستقطبهم معظمهم موظفينهم ساكنين ويشتغلون في مناطق قريبة على أبراج بحيرة جميرة أو في أبراج بحيرة جميرة نفسها، فهذا ساعد على شيء. في نفس الوقت طورنا الخدمات، أعطيك مثال ثاني، نوفر رخص مثلا بدل ما تتجدد كل سنة مبلغ شوية أكثر، وبعض المعلومات اللي ناخذها سنويا نعطي رخص لمدة 3 سنين، نسهل للتجار. أحمد سؤال، هل توقعت في يوم من الأيام أنك تكون في هذا المنصب يعني، أو أن بالذهب، أو كان طموحك شيء ثاني؟ أولاً يوم انضميت في مشروع الذهب كان في بالي أن هاي التجارة كملت قرون، ما توقعت أن بيكون فيها مثل ما تقول تركيز على وضع قوانين وغير 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 اللي شفتوها أنتم في الجرائد والإعلانات. بدينا في مصافي الذهب، في مصافي الذهب موجودة في مركز بيع السلع المتعددة في أبراج بحيرة جميرة، وفي 2005 أعلننا عن إنشاء بورصة بيع الذهب والسلع. لا بالطبع لا ما توقعت، لكن في نفس الوقت هذا ما كان نوع من اللي طبعا لكل إنسان طموح في البداية يعني، أكيد يعني حاط مثلا فكرة، مثلا نحن كنا صغار اللي يقول بصير طبيب، اللي يقول بصير ضابط، اللي تغير أني أرفض أن تكون في نهاية، عرفت كيف؟ أنظر لكل نهاية بداية جديدة يعني في السباق للرياضة يعني، والدريس تويكسنز إز نو فينيش لاين. وصلنا أسسنا البورصة، وكل سنة أو شهر على شهر في أرقام قياسية. هذا ما نفس الوقت أدرجنا عقود للبترول، أدرجنا عقود للعملات اللي ما تكلمنا فيها في تأسيس البورصة، لكن الفرصة تيحت لنا بما أنها بورصة إلكترونية أسهل، ما فيها منصة تجارية وغيره وهذا، فما فيها تعقيدات. ومن ناحية كان نوع من مش انتقاد، لكن كان في تعليق على البورصة أن معظم الخدمات اللي نوفرها موجودة في بورصات أخرى، لكن المنطقة لا يوجد فيها بورصة مثل بورصة بيع الذهب والسلع. لكن الرد لنا من ناحية من عندنا كان أدرجنا أول عقد للروبية في العالم، واستنسخوا هالعقود بشكل معين أو آخر في سنغافورة وفي الهند، وأعتقد في كلمة مشهورة في لرئيس كوميكس في أمريكا أن لسلة عقود العملات تكون متكاملة عندهم لازم يضيفون عقد الروبية، عقد الروبية مرتبطة بالسلع، فهذا افتخر فيه من ناحية بورصة بيع الذهب والسلع. الفرص تتيح لنا، ونحن نفخر بالتأكيد بوجود أحفادك يا أبو شاب يعني على تطوير، ومثل ما ذكرنا بداية الحلقة لا عودونا قادتنا لنا مستحيل في الإمارات. أحمد بكمل إياك لكن بعد هذا الفاصل. أعزائي المشاهدين الحوار بقية لكن بعد هذا الفاصل. إن الإنسان هو الثروة الحقيقية لهذا البلد قبل النفط وبعده، كما إن مصلحة الوطن هي الهدف الذي نعمل من أجله ليل نهار. هل قمت بإنجاز عمل تفخر به وتعتقد أنه ساهم في رفعة علم الإمارات؟ برنامج وطني يدعوك للمشاركة في حملة عملي يعلي عالمي التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله،
من خلال تقديم عمل أنجزته في خدمة الإمارات، وترغب بإهدائه لقائد الوطن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بمناسبة اليوم الوطني 41. شارك معنا، فعملك هو ما سيعلي علمك. للمشاركة قم بزيارة الموقع الإلكتروني wotani.ae أو اتصل على الرقم المجاني 800-928-264. البيت متوحد مع راعي البيت، البيت متوحد مع راعي البيت، متكاتفين أهل النفوس الشريفة، يكفي ملوك الأرض صناعة الصيت، تضرب مثل بخلاص شعبك خليفة، تضرب مثل بخلاص شعبك خليفة. اهلا بكم مشاهدينا الكرام، تواصل معكم مع ضيف حلقتنا بهذه المناسبه العزيز سعد احمد بن سليم. مشاهد تحدثنا عن بيئه العمل في الوصول والسلعه المتعدده. حدثنا من خلال يعني كيف تنظر الى مستقبل دوله الامارات في هذا المجال، في مجال السلع ومجال التطورات. احس ان يعني الامور مستمره والهدف واحد في النهاية. يعني أعطيك سبيل المثال، مواني دبي وطيران الإمارات أو مجموعة الإمارات، نحن دائما نطمح أن تكون بيئة العمل عندنا مشابهة لها، يعني من ناحية التوسعات والابتكارات اللي تطلع فيها. ونفس الوقت نقدر لولا وجود مشاريع نفس مطار دبي وتوسعاتها، وحين المطار المكتوم والمواني تتوسع، لمشروع السلع بيكون مختلف جدا، لأن موضوع اللوجستيك سواء بحري أو عن طريق الطيران، يعني الشحن بيختلف تماما في دبي. فقدر تقدير كبير للرواد وفي إدارة مجموعة الإمارات وطيران الإمارات ومواني دبي والمخازن الموجودة في ميناء جبل علي. غير هذا مركز بيئة السلع المتعددة وصلت مرحلة مش يعني ما لا أنظر إليها أنها نهاية، بالعكس أنظر إليها أن قواعد أساسية لاستقطاب شركات واستقطاب مشاريع أخرى. طيب بالنسبة لشخصيتك، شخصية أحمد بن سليم، من أكثر شخصية تأثرت بها وانعكست على شخصيتك؟ والله طولة بال مش من الأشياء القوية اللي عندي. يعني أنا من يعني أعطيك مثال، في براج بحرات جميرة لو تلاحظ ما في إشارة، ما فيها سيد ورونج سيد مثل ما يقولون، والموضوع كله ون وي. وزدت حتى مواقف سيارات، حتى تقريبا 200 او 250 موقف سيارات لبرج الذهب الفضة، لاني لا احب الزحمة ولا واسوأ عن هذا اذا ما تحصل موقف للسيارة. فبرج الالماس 1600 موقف للسيارات، خمس طوابق لمواقف سيارات أرضية. هذا يعكس على طبعي أنا شخصيا يعني، ونفس الوقت بعد في الإدارة. فما نحب أن يعني طيب الأزمة يمكن خذت وقت، لكن في نفس الوقت أشوف أنها خلت تركيزنا تكون على الأمور الواقعية أكثر. وبس من ناحية مركز بين السلع المتعددة مثل ما تفضلت، يعني قبل سنة على سنة نستقطب شركات أكثر وأكثر وأرقام قياسية، والشركات نفسها تتوسع خارج أو تتوسع في أبراج بحيرات جميرة. اللي أثروا على شخصيتي يعني
الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم في مشاريع في طيران الإمارات وغيرها، ومحمد العبار في بناء أطول برج في العالم برج خليفة. تأثيره بعد أشخاص لهم طموح، غير الطموح، تغيير الاسم من برج دبي لبرج خليفة لعب دور كبير على منتج من منتجات مركز بيع السلع المتعددة. كان التحدي في مسكوكات دبي أو مسكوكات الإمارات إن ما كان في هوية تمثل الإمارات، عرفت كيف؟ فبما أن إحنا في هالحوار أحس إن هاي قصة إن تعجبك، إنه في فترة افتتاح برج دبي أعلنوا عن تغيير الاسم، ونحن صارنا في مركز بيع السلع المتعددة قبل التأسيس وعند التأسيس نريد نظهر بمسكوكة تمثل الإمارات، فما كانت فيه هوية تمثل الإمارات، لكن نفس الوقت في هاللحظة عرفت أنها أطول برج في العالم مسماي على رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد، يعني صوب واحد برج خليفة وصوب الثاني رئيس الدولة، هذا هو هاي هي مسكوكة المسكوكة الثانية بتكون عليها صورة الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصوب الثاني نخلة جميرة بعد، واكتملت الصورة أخيرا، فصار ما نسميه اللي هي UAE Gold Bullion Coins أو المسكوكة مسكوكة الإمارات. فمثل ما أقول لك يعني تأثيرهم جايز في الشغل وحتى في الأسلوب في العمل. طيب بالنسبة لأسلوب العمل والشغل، ما نطلع شو الموضوع هذا، ما نتكلم عن قدواتك في الحياة، من هو قدواتك في الحياة؟ والله الحياة عندي أنا في تركيزي يعني عائلي أكثر، وعندي الرياضة مهمة بعد، لكن في نفس الوقت من ناحية العمل أو شو ما كان الهدف عمل أو غيره أحب أني أكمله، ما أبدأ فيه وأنظر أن فيه تحديات وتراجع منها شو ما كان الموضوع، لأن ما بتكون فيها ما بتكون هاي الدنيا إذا تمشي في مجال وما تواجه أي نوع من التحديات، هاي هي الدنيا وهاي من طبيعتها يعني. طيب نتكلم عن مقولة، شو أكثر مقولة تأثرت فيها أو المقولة اللي تأخذت مثلا نهج في حياتك تسير فيه؟ مقولة أعرفها في الإنجليزي أكثر عن العربي اللي هي in the race to excellence there is no finish line، يعني ما في نهاية، ما في خط نهاية في السياقة الريادة. فهاي مقولة مشهورة للشيخ ومحمد بن راشد المكتوم، ونحن نطبقها في المركز، وأنا شخصيا أطبقها حياتك الشخصية. طيب من خلال خبرتك ووجودك بالعمل وبنيت مركز ما شاء الله لبيع السلع المتعددة، الآن هي يعني واجهة لدولة الإمارات في المحافل العالمية خصوصا في قطاع الذهب والماس والمعادن الثمينة، ما هي النصيحة اللي تقدمها لكل شاب إماراتي؟ لكل شاب إماراتي وشاب إماراتية، تجنبوا المتشائمين، تجنبوا اليأس، لأن الدنيا أصلا ما لها لذة بدون تحديات، وفي النهاية يعني حتى لو أن الأمور ما مشت مثل ما بغيتوها وغيره، يعني في كل غلطة، الغلطة لا تنظرونها كغلطة، انظروها كدرس، وفي كل درس أنتوا تتطورون في النهاية يعني، وفي كل نجاح تعلموا منه، يعني لا تأخذونها كخطوة نهائية، خذوها كخطوة بدائية. فهاي نصيحتي لهم يعني، لا يأس مع الحياة أبداً. طيب طبعا احنا اليوم محتفلين بالعيد الوطني 41 لدولتنا الحبيبة، رسائل تهنئة لمن تحب أن توجهها؟ أهنئ صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد النهيان رئيس دولة الإمارات، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد المكتوم، وأعضاء مجلس الأعلى حكام الإمارات، وجميع شعب دولة الإمارات والمقيمين عليها على أرضها الطيبة. سوف يبقى الثاني من ديسمبر على مر الزمان الحدث الأعظم قيمة في تاريخ الإمارات والأكثر تأثيرا في مستقبلها، لا ينضب نبعه أو يخف صدأه.